اهلا ومرحبا بكم في توقعات احوال طقس اليوم غد الاربعاء. غادي يكون تشكل سحب منخفضة وكثيفة مصحوبة بضباب محلي بالقرب من السواحل خلال الليل والصباح، فضلا عن سحب منخفضة نسبيا كثيفة غادي تهم سواحل شمال الرباط، كما سيتكون صقيع أو جليد خلال الليل والصباح بالمرتفعات والهضاب العليا، فيما غادي تبقى السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي ربوع المملكة. غتهب الرياح ضعيفة القوة إلى معتدلة من القطاع الشرقي بالأقاليم الصحراوية ومن الجنوب بالسفوح الجنوبية الشرقية البلاد، غتهب كذلك من القطاع الشمالي قرب السواحل ومتقلبة الاتجاه بباقي المناطق. الآن خليكم مع درجات الحرارة. بالنسبة لمدينة طنجة غادي تعرف 8 درجات، 4 درجات في مدينة وجدة، 5 درجات في كل مدينتي فاس والرباط، 10 درجات في مدينة الدار البيضاء، 8 درجات في مكناس وكذلك في مراكش، 9 درجات في أكادير، 14 في العيون و 16 درجة في مدينة الداخلة. الآن خليكم مع توقعات أحوال طقس لهذا الأسبوع. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في، ان سامبل كليك في هاد لو بوطون، وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.